من يخاف الكدر معاك، من يخاف الكدر معاك، من وقف في الريب المفور وين بقى جات الأوحاش. الله صوتي يبدأ أبدأ الحلقة. يلا بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم معنا نجم مميز ورائع وصاحب صوت جميل. أنا طبعا كنت أحد من أستمع له بكثرة، هو الأستاذ محمد المضري. حياك الله أستاذ محمد. حياك الله أخي سليم. كيف الأحوال؟ الله سلام. حياك شرفتنا يا أستاذ. الله يخليك. الله يسلمك. وطبعا معنا المبدع مصطفى المقدم رقم اثنين. أنا أسأله وأنت تسأل صح؟ طيب أنا الآن السؤال يا أستاذ محمد، كل الناس بيسألوا أين الأستاذ محمد المضري؟ بيحسوا أنك اختفيت من الساحة الفنية، هل اختفاء ولا معك مثلا أشياء معك؟ لا والله ما اختفيت شيء، بالعكس أنا موجود في الساحة. بس أنه الآن الوضع اختلف. كان زمن الكاسيت والسي دي والأمور هذه. نعم الآن في اليوتيوب الآن. طيب هذا اعتقد انه محفز، يعني انه واحد ينتج اكثر. اكيد اكيد الامور تسهلت على الكاسيت اعتقد. اكيد ومع ذلك الحمد لله في اعمالي موجوده في اليوتيوب. ها يعني ما توقفت؟ ما توقفت نهائيا. انا لاحظ الجمهور بيقول وين الاستاذ محمد المضري، او انك مش متفاعل في السوشيال ميديا تقريبا. هو السوشيال ميديا صح، في عندي قناتي الان بجهز فيها قناتي في اليوتيوب ان شاء الله، وبتنزل فيها جميع اعمالي ان شاء الله. لو على اساس القديمه والجديده تنزلها كامل في القناة إن شاء الله. أيش؟ أنا أقول لي أنت إيش اسمك؟ محمد مطري. أنت الآن تخرج تلعب بالمطار. أنت تلاصق مع المطري والمطر. متلاصق يعني. سوا أنت سوا صح؟ أيوه مطري والمطر. ربنا يحفظك. الله يحفظك. طيب يا أستاذ محمد، ما شاء الله عندك ألبومات كثيرة. ما هو الألبوم اللي تحس أنه أقرب إلى قلبك من الألبومات؟ والله هو ألبوم أنت أنسي. أنت أنسي أول ألبوم عملته. نعم هو أقرب إلى قلبك يعني. نعم. طيب من ناحية إيش، هل بحدث مرتبط بقى أو لا الألحان؟ هو لأنه أول ألبوم أنا انتجته وأول ألبوم كان محمد مطري. فكانه طابع خاص يعني محمد مطري. يا سلام. نعم. طيب تسمعنا مثلا مقطع من إنشود من الألبوم. هزتني نسمات الليالي فترى ببالي طيف آلام المرير، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد واسير، حول قيد واسير. يا سلام يا سلام. طيب يا أستاذ محمد، معك ألبوم، الألبوم الأخير ألبوم بدون أسباب صح؟ نعم. أنا تفاجأت من مصادر ان الالبوم انتجته في عام تقريبا 2010 2011 في هذا. نعم. ومتى اصدرته؟ في 2020. في 2020 10 سنوات. نعم. اطول البوم. طيب ما هي الاسباب التي اخرت البوم بدون اسباب؟ طبعا هي احد الاسباب الرئيسيه هي شركه الانتاج اللي وقعت معها العقد. كانت هي معرقل الأساسي والرئيسي في هذا الفترة الطويلة. في الفترة هذه. نعم. ولا الأناشيد الألحان؟ الألحان من 2010 جاهزة. نعم. والألبوم كان جاهز. طبعا الألبوم 10 أناشيد مش 5 أناشيد. طيب الآن اللي نزلت في 5 أناشيد الآن نزلت. في 5 أناشيد اللي جاهزة إن شاء الله، شيء جاهزة بنزلها في الألبوم، لكن بتنزل إن شاء الله في قناتي الخاصة. هذه قناتك. نعم. إذا نقول للمشاهدين انتظروا الخمس الأناشيد إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله تكون أكيد على حاجة رائعة. يا سلام يا سلام. طيب يا أستاذ محمد. أنت يا خادع. أنا شدي لك سؤال صعب. ما هو الشيء الذي لا واحد رجال لابس بلطون أبيض وزرق ولابس شمس هاي حاجة بني؟ هذا أنا. لا لا أنا. غير
الا لا هو مش هو انت مدري الازرق وازرق وابيض وبالنهايه خلاص ما هو غيره ملي ملابس رجال ملي ما شله هولا ملي ملابس رجال ثاني لابس مثلك من هو وينه ما هو مستسلم 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 خلاص مستسلم أنت أيوة أنت قاعد تقول من أبويا الأستاذ سليم وأنا قاعد أقول نهن صح يا سلام إن شاء الله غلط هذا الحين مستسلم الآن طيب اسمح محمد الآن بعد هذا العطاء ما شاء الله من الألبومات ومن الأعمال والكلبات إيش الجديد عند اسمح محمد مثلا؟ والله في أعمال جديدة إن شاء الله في القريبة القادمة إن شاء الله وطبعا وقعت عقد مع قناة مزيكا المصرية نعم يا سلام لا تقول لي أغاني لا لا مش في عمل أناشيد بس بطريقة جديدة وطريقة رائعة ها نعم وبعمل أعمال احترافية نحن نريد ننافس في مجال الأغاني فانزل النشيد ان شاء الله ينافس باذن الله اكيد ان شاء الله ما دام وجود مثالك ان شاء الله بينافس اكيد ان شاء الله الله يسعدك طيب اعزائنا المشاهدين ننتقل الان الى الفقره الثانيه طبعا المايك يكون لك يا استاذ محمد تسالني ما شتيت انت المذيع على ايوه اذا ابقوا معنا يا ابو نرحب بالاستاذ سليم الان انه المذيع هو الضيف يا سلام عليك الله الضيف طبعا استاذ سليم في معنا سؤال اول يقول استاذ سليم بينشد من زمان مثلا معروف بينشد من زمان بس الفتره الاخيره الظهور كان في السنه الاخيره وفي السنه الاخيره هذا كان ما هو السبب والله شوف في عده اسباب يعني اولها ما كناش نحصل الصراحة كداعمين أو كمشجعين أو كذا لأن قدرك تعرف الأعمال الفنية تحتاج تكاليف وأعمال وتوزيعات واستوديو وكذا كانت هذه معرقلة السبب الثاني ونصيحة للكل يعني بصراحة كنت أتناول شجرة القات أيوة. نعم يعني مولعيقات يعني مولعيقات فهذه كانت محبطة جدا لي وهي أكثر من عقلني أكثر من مشاكل الحياة وأكثر من فاول ما قررت هكذا ان انا اترك الشجره هذه بدات الانطلاق بدا حسيت معي وقت عندي طاقه عندي همه الوقت متسع حلو فالحمد لله من هذه السنه من تقريبا 2018 بدات اشوف نفسي والحمد لله ما شاء الله الله يسعدك طيب في سؤال بيسأله الجمهور انه ليش سليم بس سليم ليش مهتم بالتراث اكثر من اي جانب اخر والله شوف بصراحة تراثنا تراث عريق جدا والميزة في تراثنا انه متنوع اللون التهامي اللون الحضرمي معك اللون الصنعاني معك عدة الوان واليمن ما ادري هل هي فطرة فاليمنيين تحس ان اغلبهم منشدين يعني فهذه هذا التراث يعني من الحرام انه يندثر يعني من قوته وكذا جيت فتره ان الاناشيد خلاص اصبحت ما تذكر الا يعني في النادر حتى على مستوى الاعراس على مستوى كذا بس الحمد لله دخلنا في مجال تجديد التراث والناس الحمد لله متفاعلين وبيشجعونا ودعمونا يعني انت مع من يقول انه تجديد التراث جدا أيوة. التوزيعات الموسيقيه في الكذا تجديده باسلوب جديد انتاجه باسلوب مختلف يعني باسلوب جديد وراقي أيوة. جميل ايوه وانت عملت هذا الشيء صح نعم 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 انا عملت هذا اللي هو معك انا احكي يا حي قيوم يا حي قيوم في معي الشريط الجديد اللي هو خالق الاكوان ايه في يوم ياتي ايضا طيب في ناس اسالك انا الحين حق انشودتي يا مسبل الستر هل هي تراث مسبل الستر لا مش تراث ها مش تراث مسبل الستر من الحاني طبعا ها ما شاء الله في ناس كان يقولوا التراث وكذا لا لا مش يا سلام يا اذا خلاص المايك لك الان خلاص كم اسئله خلاص احلى اسئله الله يبارك الله يسعدك طبعا نشكر الاستاذ سليم على سعه صدره وعلى الله يسعدك يا استاذ تخرج مننا في هذا الحلقه الله يرضى عليك شكرا لك الله يرضى عليك يا ظهري يا ظهري مرحبا بكم من جديد حياكم الله الآن
فقرة التحدي. صحيح مصطفى؟ صحيح. تحدي لك أنت واسم محمد. تتحداني؟ أتحدى كلهم جاءوا وأنا فزت عليهم، عادك سجل أن يفوز. أنا أفوز عليك بتشوف. يلا بينني. يبدأ. إيه نبدأ. طيب من يبدأ أنت ولا واسم محمد؟ أستاذ محمد. يلا. هذا السماعة عندك. سمعنا. يلا أنت تسأله. أيوه خلاص. إذا كرة قطة قطة ما معيد عيد 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 هاي كرة كرة قطة عيد كرة قطوة كرة خلاص ثانية كتير ثانية سفينة سفينة صح مستحيل طيب كل خشبة خشبة سماعة عيدها خشبة شمعة كثير الثانية بطاطا 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 سكريم سكريم كان بسمع ستي لك كلمة خلاص باقي واحدة جنبية 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 شمعة جنبية جنبية يا سلام خلاص عبن عبن كم جاوبت كم جاوبت جاوبت ثنتين صح ثنتين جاوب يا مصطفى الآن نشوفك كم شاد جاوب يلا هو جاوب ثنتين تمام ونجاوب عليهم كلهم صح. طيب الآن مصطفى. عجيب الآن كلمة هو هذا. أيوة. كلب. هي جاوب. لا لا تتعش. كلب. حنا. شال. لال. لال. شال. ما هو؟ ما هو؟ أيوة. تماما تمام يا سلام كان جواب سلام يا سلام ما هو يا سلام ملاكة يا سلام ملاعب ها تقول بعد الأغنية وأنا هنم إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي كانت رائعة جدا بوجود الأستاذ محمد المضري وإن شاء الله الآن بتسمعوا دويتو بيننا والأستاذ محمد ومع الأخوة المكورين الأطفال المبدعين فابقوا معنا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله 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 ما يهم الضمى عصفور عالي الطير ما يضماش السما له قدر مقدور الشجر حارس العشاش ما يهم الضمى عصفور عالي في السماء له قدر مقدور والشجر حارس العشاء طيب يا قلبي المقدور من يخاف الكادر معاه من وقف في الريم المطمور وين بقى جاته الأوحى طيب يا قلبي المقدور من يخاف الكادر معاه في الضمى عصفور عالي الطير ما يضماش في السماء
عاصي الله لا ما يعلى، عاصي الله ما يعلى. لو عليك الزمان يدور اذكر الله ما تنسى، الله ما تنسى. وترك الشين والمحظور عاصي الله لا ما يعلى، عاصي الله ما يعلى. عاصي الله ما يعلى، ما يهم الضمى عصفور عالي الطير ما يضماش، السما له قدر مقدور الشجر حارس العشاء. ما يهم الضمى عصفور عالي الطير ما يضماش، السما له قدر مقدور الشجر حارس العشاش.